ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ ويا رب تكونوا بخير. هنتكلم على توقعات لبرج الحوت في شهر ابريل لعام 2019. هيبدأ معاك شهر ابريل يا برج الحوت بطموح عالي جدا، وهتحس ان انت نفسك مفتوحة على الحياة، عندك مشاريع انت داخل عليها، او في شغلك انت حاسس ان انت نفسك حلوة، عندك روح عالية، طاقة ايجابية حلوة. هتكمل معاك لحد الاسبوع الثالث من شهر ابريل. يمكن على اخر الشهر هيبدأ ان انت تتراجع شوية، او هتحس بتعب شوية، طبعا نتيجة الطموح اللي عندك والشغل الزيادة اللي انت بتشتغله على نفسك. عندك صداقة جديدة انت داخل فيها، سواء انت داخل في مشروع جديد هتستقبل منه اصدقاء كتير، او ان انت عندك اصحاب في مكان دراستك، مكان يعني هيكون ليك صداقة قوية جدا هتظهر ليك خلال الشهر ده. يمكن كتير من برج الحوت حاسين ان هم عندهم منافسة قوية، اذا ما كانتش مع اشخاص فهي مع نفسهم، حاطين لنفسهم او هيبدأ معاهم الشهر ان هم يحطوا لنفسهم وضع المنافسة، لازم اوصل لده بأي شكل من الاشكال. عندكم هتقدروا توصلوا لو انتم ضغطتوا على نفسكم اكتر واكتر. الشهر بادئ معاكم بطموح عالي جدا وعندكم طاقة ايجابية، لكن محتاج منكم شغل اكتر واكتر عشان تقدروا توصلوا للنجاح في المنافسة اللي انتم حطيتوها دي او اللي اتحطت عليكم. برج الحوت عنده انتقال، سواء الانتقال ده من مكان عمل لعمل جديد، يعني مكان لمكان جديد، او منزل جديد، عنده انتقال، نقطة انتقال من مكان يعني. طبعا اتمنى ان اللي عايز يغير مكان عمله تكون هي النقطة دي الانتقال اللي عنده، او اللي عايز يغير سكنه تكون هي دي نقطة الانتقال. لو عندكم مشاكل في اوراق او مشاكل في عقود، خلي بالك كويس جدا وخليك رزين اكتر قبل اما تخش تمضي على اي ورق. خلي بالكم بالنسبة للناس اللي هم داخلين شراكة في مشروع، يخلي بالهم قوي قوي من العقود اللي ممكن يمضوا عليها، او اي حاجة يكون فيها توكيلات او الكلام ده. في بعض من برج الحوت عنده مشاكل عائلية، بيحس ان الناس اللي حواليه مش فاهمة، او الفترة دي هو اصلا عنده توتر جدا، فالتوتر ده قالب على البيت اللي هو فيه او الناس المحيطين بيه، حاسين ان هو في مشاكل منه، او ان مش متفاهمين مع بعض، فبالتالي بيحصل مشاكل ما بينه وما بين المحيط العائلي الخاص بيه. فحاول ان انت توضح اللي جواك، ووضح ان ده بسبب التوتر والقلق، وحاول ما تكونش متوتر وقلقان وسيبها على ربنا. يعني انتوا من النوع اللي ما بتبحوش باللي جواكم، او حتى لو انتم متضايقين من حاجة او متوترين وحاصل حتى مشكلة، المشكلة العائلية دي، فبتكملوا وما بتسألوش، او مش ما بتسألوش، بيبقى عندهم اللي هو ايه يعني زي عزة نفس، او بيبقى احراج ان هم يقولوا الموضوع ده، او يقولوا ان احنا متوترين او قلقانين من حاجة، فده هو سبب التوتر اللي انا عامله لكم. لا، اقول ده وخليك صريح جدا، حتى مع الحبيب، عنده مشاكل مع الحبيب. بالنسبة للناس اللي هم في علاقة، او حد متجوز من برج الحوت، هتلاقوا ان في مشاكل منه وتوتر، حاسس ان اللي قدامه مش فاهمه. لا، حاولوا ان انتم تكونوا جنبه الفترة دي، لان هو قلقان جدا في سبب اكتر من سبب. يعني لو اتكلمنا عاطفيا لبرج الحوت، فبرج الحوت محتاج الفترة دي قوي 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 اللي يطبطب عليه ويلاقي حد جنبه، يلاقي حد يقف معاه يسنده، يحس ان في حد واقف معاه، يعني شريكه، يطمن عليه، يسأل عليه، يعني محتاج حب قوي، حتى لو هو ليه حبيب، يعني هو محتاج الحب اللي بجد، محتاج المحبة، محتاج التسامح والرضا ده. دي من الناحية العاطفية لأصحاب برج الحوت. بالنسبة للشخص العازب او اللي لسه مرتبطوش من برج الحوت، عندهم ارتباط بس، او حب يعني، بس هيكون من طرف واحد، بمعنى ان هم اللي هيحبوا الطرف ده وهيخافوا يصارحوا اللي قدامهم، وهو هيكونوا مش متأكدين ان اللي قدامهم ده ممكن يبادلهم نفس الشعور ولا لا. فحاولوا ان انتم يعني الحب من طرف واحد بيبقى على قد ما هو بيبقى انت بتحس انك سعيد، على قد ما بيبقى متعب جدا ليك وهيسبب لك تعب. فحاول يا اما تكون صريح، يا اما تكون متأكد من الشخص اللي قدامك هل هيقدر يبادل معاك نفس المشاعر ولا لا.
بالنسبة بقى لصحة برج الحوت في شهر ابريل، يخلي بالهم من التوتر والقلق اللي هم ضاغطينه على نفسهم. اضغط على نفسك في شوية حاجات عشان توصل لأهدافك، لكن انت بتوتر نفسك مش بتضغط على نفسك. انت دايما بتوتر نفسك وبيحصل قلق عندك كتير، ده بيأثر عليك بمشكلة صحية اللي هو الإرهاق، جسمك بيكون همدان، بيسبب لك مشكلة نفسية. فابعد عن التوتر نهائي، حاول ان انت تكون بتفكر ويعني طلع نفسك من جواك، وابدأ ان انت تحل مشاكلك مع نفسك. يعني هم عندهم القدرة على كده ان هم بيفكروا مع نفسهم، فحاول ان انت تستغل الحاجة الحلوة اللي فيك دي وما توترش نفسك وتقلق نفسك. استعين بالناس اللي حواليك واطلب منهم ان هم يشاركوك رأي بالرأي. يعني احنا كده قلنا باختصار توقعات شهر ابريل لبرج الحوت في عام 2019. طبعا انا بشكركم جدا، ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتوش، وتفعيل الجرس. انا بشكركم جدا، وسلام عليكم.